محطتنا القادمة راح نتكلم عن ندوة تحديات الصحافة الورقية الواقع والحلول اللي تنظمها جمعية الصحفيين العمانية بالنادي الثقافي. هذه الندوة إن شاء الله راح تستمر لمدة يومين، انطلقت يوم أمس ومستمرة لليوم. زميلتنا حمد البلوشية قدمت يوم أمس ورقة عمل، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شفت الدنيا كيف دوارة يعني؟ شفت من الكواليس والإعداد والصراع مع الضيوف وتحضير المواضيع أول بأول، لأن اليوم ما تعاين أمويني بضيف يعني خلاص. كنت مشاركة أمس بالندوة، ويعني الحمد البعض من خلال متابعتي يعني في السوشيال ميديا والمشاركين كذلك في الندوة شاف أن هذا الموضوع وايد متأخر مناقشته، والبعض يشوف لا أنه لا زال يعني يمكن مناقشة هموم الصحافة لأنها جزء أصيل من حياتنا. أنت وين، هنا ولا هنا؟ أنا أقول أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. أيوة، فأنت مع مناقشة هذا حتى لو كان متأخر؟ طبعا أكيد. يعني عبد الله، طبعا الكل عارف التحديات اللي تواجه الصحافة الورقية مش فقط في عمان، حتى في الوطن العربي دول العالم الأخرى كل عارف هذه التحديات. جمعية الصحفيين عقدت هذه الندوة لكي تستمع لرؤى والتحديات اللي تواجه الصحافة باستضافة رؤساء تحرير الصحف، وهم يحكون القصص اللي واجهتهم من واقع حياتهم اليومية. طبعا أوراق العمل اللي يعني قدمت كانت يعني تتلخص في سيطرة التكنولوجيا وأنها خربت العلاقة بين الصحيفة الورقية وبين القارئ، ونفس الشيء تغيير عادات القراء، أن القارئ مثلا في السابق كان يعني كانت الصحيفة بالنسبة لا تشكل لقيمة، الصحيفة الورقية كان يذهب ليقتنيها، كان يشترك فيها عشان تصله ويعرف شو اللي قاعد يصير. اليوم يعني من وجهة نظري وأعتقد تتفقون معي أن القارئ ليس بحاجة للصحيفة الورقية حتى يعرف ماذا يحدث وماذا يجري في العالم. نعم، لكن الصحيفة هي الوسيلة اللي تصل للقارئ، لكن المحتوى يعني لا تزال هذه المؤسسات هي يعني تملك هذا المحتوى، سواء قدمته عن طريق الصحيفة أو إنها واكبت مثلا التطور الحاصل في مختلف القنوات اللي ممكن إنها تصل في إلها للمستمع، مواقعها الإلكترونية، حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. بالضبط، أنا أتفق معك إن في مؤسسات مثلا واكبت التطور وتحولت إلكترونيا، وأنا هنا مش لأني أشتغل يعني في الشبيبة، وأمس حتى في الندوة نفسها يعني كانت في إشادات بالشبيبة أنها هي بدأت مبكرا في موضوع التحول الإلكتروني. أنا أعتقد من 2014 أو 2013 بدأنا في إنشاء قناة على اليوتيوب وفي الاهتمام بمحتوى الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. طبعا أغلب النقاش كان يوم أمس أو من الورقة اللي أنا قدمتها أن الصحيفة اليوم لم تعد صحيفة خبرية، يعني يجب أن تقوم الصحيفة بأدوار أخرى، يعني هي لا زالت تمارس نفس الدور اللي كانت تمارسه قبل 10 سنوات، وهذا لا يتناسب مع التطور التكنولوجي. يجب أن تقوم بأدوار أكبر، يجب أن تبحث عما هو ما وراء الخبر، يجب يعني أن تعمل في الصحافة الاستقصائية، في إنشاء الحوارات لما هو أبعد. لكن التحدي اللي يواجه الصحف في سبيل أنها تبحث عما وراء الخبر هو أن الحصول على المعلومة ليس سهلا أبدا، وتم ذكر هذا الموضوع في الندوة من قبل كل المشاركين من رؤساء تحرير الصحف، أن يعني معاناة الصحفي في الحصول على المعلومة مستمرة، يعني التخاطب بين الصحافة ووسائل الإعلام يعني لا يزال تقليدي، يعني بعض دوائر الإعلام تطلب رسالة رسمية لموضوع طارئ وعاجل، وأنا أعتقد هذا يعني غير ممكن وغير مقبول في عام 2019. يمكن عشان كذا هي تسمى مهنة المتاعب أحيانا، لأن الحصول على المعلومة ليس بالأمر السهل. ليس بالأمر السهل، ولو أنت حاولت أنك تحصل على المعلومة بطرق يعني ملتوية مثل ما نقول أو بعيد عن المؤسسة الحكومية لربما يتم تكذيبك، حتى لو كنت صادق بيتم تكذيبك يعني في الخبر اللي أنت تنشره. نعم أكيد، يعني جهود كبيرة تبذل حتى تصل إلى خبر حقيقي من مصدره، وكذلك أنك إذا كان هذا الخبر خلفه بعد جهد استقصائي
انا باغى نتحاور زياده، لكن القهوه اللي مسوينها جاسم دورت لي براسي، يعني ريحتها ما شاء الله ضاربه بعيد يعني. اصلا عندي الريحه. نحن طبعا المذيعين ممنوعين ان احنا نشرب شيء على على المكسر والاجهزه. والله العاملين في المجال الاعلامي محرومين من وايد اشياء. ايوه ما بس القهوه ما ممكن احصل على استثناء مثلا اليوم. الاوراق العمل اللي قدمت في الندوه، يعني نضع بعد المستمع في الصورة، هل هناك من لا زال أنه هو يرى أن الصحيفة يجب أن تصمد أن الورق، أنا أقصد الصحيفة هنا كورق، وأنه لازم يتوفر لها الدعم حتى وإن كانت من يعني مؤسسات حكومية، دعم حكومي أو غيره، حتى تصمد، ولا أن فعلا نحن انتقلنا خلاص من هذه المرحلة وما عندنا مشكلة إذا في يوم من الأيام ما حصلنا الصحيفة كورق؟ ورطني؟ لا ما ورطني، بس كان في بعض المشاركين أيدوا وجود الصحيفة الورقية، وأن الصحيفة الورقية يعني يجب أن تدعم، وهناك نمو في أعداد الصحف في الدول الشرق آسيوية. ولكن أنا من وجهة نظري أن يعني زمن الصحافة الورقية انتهى. المسألة مسألة وقت؟ المسألة مسألة وقت فقط يعني. وحتى الدكتور عبدالله الكندي من كلية الآداب بجامعة سلطان قابوس كان حاضر في الندوة، وذكر يعني عبارة جدا مهمة، قال أن إحنا ما عندنا أزمة، إحنا في مرحلة تحول بين الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية. وهذه نتيجة التحول، يعني كل المظاهر اللي قاعدين نشوفها في الصحافة. لكن عادة في أي عملية تحول، كل عملية تحول يكون لها إرهاصاتها شوية، ويكون المرحلة الانتقالية هذه ما تكون سهلة. أكيد اليوم المؤسسات الصحفية ماذا تحتاج فعلا كمساند لها حتى تتمكن من عملية هذا التحول بسلاسة، وفعلا أنها تظل شامخة يعني في الوسط الإعلامي لدورها الكبير من زمن طويل؟ أنا أعتقد مؤسسات الإعلامية يعني أهم شيء هو تدريب الكوادر حتى يتقبلوا المرحلة المقبلة من الصحافة. يعني ما أعتقد صحفي مثلا مارس الصحافة التقليدية 20 سنة أو 30 سنة بيكون مستعد إنه يتحول، يعني تحول جذري. لأن لما بنتكلم عن الصحافة الإلكترونية والإعلام الإلكتروني، هذا يتطلب إن الصحفي ما فقط يعني يكتب الخبر، يعمل أكثر من نسخة للخبر، يعمل خبر لمواقع التواصل الاجتماعي، خبر للموقع، خبر للصحيفة الورقية إذا كانت موجودة، يصور فيديو، يعمل لقاءات، يعني يطلع من الفعالية الوحدة بأكثر من خبر. فهذا أعتقد يتطلب جهد ويتطلب أيضا تدريب. ونفس الشيء أنا أعتقد موضوع الشغف في الإعلام ضروري جدا، يعني ما دام يملك الشغف أعتقد يجب يعني على المؤسسات الإعلامية أن لا تحمله معها في المرحلة المقبلة. نعم، لأن فلكي يعني مثل ما يتردد دائما، هي ليست وظيفة بالضبط، وإنما هي مهنة محركها الشغف أكيد. بالضبط، وإذا ما كان عندك شغف يعني ما راح تصنع محتوى خاص أو محتوى أصلاً بيخلي المؤسسات الإعلامية تبقى شامخة. نعم، من يعني لقاءاتنا بالصحفيين اللي صار لهم سنوات طويلة داخل هذا المجال، أحياناً يعني هم يشعروا بشيء من إنكار الجميل، يقولوا أنتوا الجيل الحديث اللي طلعتوا لما كانت المعلومة سهلة أنها تصل لكم، ووسائل التواصل الاجتماعي موجودة، والخبر صار يصل بسرعة البرق، يعني أنكرتوا جميل الصحافة والصحفيين اللي اشتغلوا فترات طويلة فعلا. هل هذا الصراع بين الجيلين موجود؟ أنا ما أتفق أن في صراع، بالعكس، يعني كل مرحلة لها يعني وضعها ولها يعني يجب أن الواحد يتكيف معها. يعني الصحفي اللي اشتغل 30 سنة إذا تدرب واشتغل، بالعكس بيكون أكفأ من الشخص الجديد اللي أنت تجيبه، هو عنده الأساسيات فقط، أنت تعطيه بعض اللمسات عشان هو يواصل العمل في الإعلام الجديد. أنا ما أعتقد أن المفروض يكون هناك صراع، لأن الجميع أتوقع جزء من هذه التغيرات الكبيرة اللي تصير، وهذا الانتقال الهائل يعني في مسألة الاستخدام التقني والرقمي. بالضبط عبدالله، يعني نحن حتى في الشبيبة هناك صحفيين ما شاء الله يعني صار لهم 25 و30 سنة ومعانا موجودين في مرحلة التحول من الصحافة الورقية للصحافة الإلكترونية، ما أعتقد عندهم مشكلة ولا شافوا أنها صراع. يمكن في البدايات كانوا يشوفوا أن الصحافة الورقية باقية، بس أنا أعتقد اللي اليوم في مارس 2019 يشوف أن الصحافة الورقية باقية، أنا ما أتفق معه أبدا. نعم، يمكن من الأشياء اللي أحيانا يشوفها الواحد محبطة من اللي يشتغل في هذا المجال، يقول لك أنا أشتغل بمهنية عالية، أنا أسعى للحصول على الخبر من مصدره،
بينما يعني بعض الأشخاص اللي يعتمدوا فقط على حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وينقل الخبر ويجد خبرهم رواج أكبر يمكن من حالات عالة يعني عادة التغريد والنشر وغيره، يعني يشعر أنه كأنه مهنته في خطر. هو عبد الله، من ضمن النقاط اللي أنا طرحتها في ورقة عمل يوم أمس ضرورة وجود قانون ينظم عملية النشر الإلكتروني، لأن حتى المؤسسات اللي واكبت التغير واتجهت للإعلام الإلكتروني مبكرا اصطدمت بما يعرف بالمواقع الإخبارية أو الحسابات الإخبارية على تويتر. طبعا يعني أنا من وجهة نظري هذه الحسابات يعني تشكل عامل خطورة من عدة نواحي. أولا هي تعمل بدون أي كلف تشغيلية، بتحصل شخص أو شخصين ماسكين حساب وجالسين يعملوا كوبي بيست من مواقع الصحف أو من الصحف نفسها وينشروها. شغلة ثانية أن هم أصلا يضفون لهذا الخبر، يضيفوا له شعاراتهم، وهذا يعطي القارئ شعور، القارئ ما يعرف، يعني القارئ مواطن بسيط مثلا وصل الخبر يظن أن هذا الحساب الإخباري هو من سعى وراء هذا الخبر وجابه. النقطة الثالثة وهي الأهم، ان هذه الحسابات الاخباريه دائما يعني حتى لو تشوف تغريداتها تشتغل على موضوع العاطفه في القضايا، ودائما تعطي للمتلقي او المواطن شعور ان انا المدافع عنك، انا اللي اتكلم بلسانك، الصحف الرسميه لا تقوم بذلك، بينما الوضع هو ان الصحف الرسميه تتناول القضايا بموضوعيه. ومع هذا وذاك هي غير محاسبه بحكم انها مجرد حساب بالضبط. ولا يوجد قانون يعني ينظمها، اما الصحف لا، ينظمها قانون المطبوعات والنشر. نعم، لكن يمكن الامر يكون اكثر صعوبه اذا ما عرفنا ان هذه المنصات اللي تشتغل بكلف اللي تشتغل بدون كلف تشغيليه وما عندها اي مصاريف هي بعد تحصل على نصيبها من الإعلانات اللي كانت معروفة وين تروح، الحين أصبحت تحصل على حصص من هذه الإعلانات اللي يمكن ما زادت، يعني هي يمكن توزعت أكثر، يعني هذه الشركات والمؤسسات لا زالت ميزانياتها فيما يخص الإعلان نفسها أو قلت، ولكن صارت تتوزع بشكل أكبر سواء على الصحف وعلى بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الناشطين يمكن في السوشيال ميديا وغيره. أنا أتفق تماما معك، يعني هي صارت تزاحم وسائل الإعلام في مصدر رزقها. طبعا وسائل الإعلام يعني مصدر رزقها يمكن يعني تعتمد 80-85% على إيراداتها من الإعلانات. نعم. فصارت هذه المنصات تزاحمها. طبعا أنا ذكرت أن يعني دولة الكويت الشقيقة كانت سباقة في موضوع تنظيم النشر الإلكتروني، أصدروا قانون ينظم عملية نشر الإلكتروني في 2016. يعني لا يمكن لأي حساب إخباري ينشر أي أخبار ما لم يرخص من وزارة الإعلام. نفس الشيء بالنسبة للمواقع الإلكترونية، اليوم عندنا في عمان أي شخص ممكن يعمل حساب إخباري، أي شخص ممكن ينشئ موقع إلكتروني ويمارس عمل المؤسسات الصحفية. تعول الصحف شيء على قانون الإعلام الجديد أو قانون المطبوعات والنشر بمسمى الحالي أنه هو ينظم هذه العملية ويضمن لها حقوقها؟ هو أكيد، يعني أكيد القانون الجديد ما راح يجهل موضوع النشر الإلكتروني، بس طبعا الصحف تتمنى أن يرى هذا القانون النور قريبا. نعم، يعني حنا تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية أنه بعض الصحف بدأت تتخذ إجراءات وخطوات مثلا في إيقاف إصداراتها لبعض الأيام. هل يعني من خلال قربك من المشهد حمدة أنه الأشهر القريبة القادمة راح نشهد مثلا إيقاف إصدار بعض الإصدارات الورقية للصحف كصحيفة، ولا لا زال بدري على خطوات مثل هذه؟ أنا أعتقد في الوقت الحالي يعني بتصير فيه مفاجآت كثيرة فيما يتعلق بالصحافة الورقية. طبعا أنا أشير هنا أن الشبيبة نفس الشيء كانت تصدر من السبت إلى الخميس، وتم إيقاف عدد السبت يعني مبكرا من 2015، لأن كان بالنسبة لنا أن أصلا الصحيفة يوم السبت يعني غير مقروءة ولا يوجد بها إعلانات، وهي تعتبر كلفة إضافية، فتم إيقاف عدد يوم السبت والاكتفاء من الأحد إلى الخميس، وبعدين نعم. في صحف أخرى تبعتها في اتخاذ هذا الإجراء. نعم، إذن اللي يحب يتعرف أكثر على ما يدور في ندوة تحديات الصحافة الورقية الواقع والحلول، هذه الندوة مستمرة اليوم بمجموعة من ورق العمل. هذه الأوراق كلها مقدمة من متحدثين في السلطنة ولا في متحدثين كذلك من خارج السلطنة؟ كل المتحدثين من السلطنة. اليوم الأول كان مع رؤساء تحرير الصحف للوقوف على التحديات التي تواجههم من واقع عملهم. اليوم الثاني راح تكون أوراق العمل مقدمة من أكاديميين من جامعة السلطان قابوس
للوقوف أيضا على هذه التحديات وطرح الحلول من نظرة علمية وأكاديمية. نعم. إذن هذه كانت يعني بعض التفاصيل. أنت عبد الله لازم تخبرني رأيك، يعني تقرأ صحف ولا ما تقرأ؟ عشان أكون صريح، أكيد يعني وصلنا لمرحلة ما نقرأ الصحف، لكن نتابع محتوى هذا الصحف. عشان كذا أنا في بداية الحديث سألتك، قلت لك عدم وجود الصحيفة لا يعني عدم وجود المحتوى. يعني مثلا الأخبار نحن نحصل عليها، إذا جينا مثال ناخذ الشبيبة بحكم هي الأقرب لنا، نحن ناخذ كل الأخبار أول بأول مثلا من حساب الشبيبة على تويتر، أو حتى من خلال الموقع الإلكتروني للشبيبة. ما نلمس الصحيفة كورق، ولكن نحصل على المحتوى، ويمكن هذا هو التغير اللي بيصير. ونفس الشيء بالنسبة لموضوع البي دي اف، يعني في الشبيبة قبل سنتين تقريبا يعني دشلنا خدمة انك ممكن تحصل على البي دي اف بالواتساب. نعم. انا مثلا توصلني الجريدة بي دي اف الساعة 1 بالليل. لذلك ما تهمني النسخة الورقية، لان انا اوريدي يعني تصفحت الجريدة من تليفوني. نعم. فهي المشكلة، يعني هي مشكلة وجود النسخة الورقية، مش في الصحافة ولا في النسخة البي دي اف ولا في الأخبار نفسها، ولا أصلا أن القارئ ما صار يقرأ. لا بالعكس، القارئ صار يقرأ، بس تحول من الورقي إلى الإلكتروني، ومهتم أن المعلومة توصل بسرعة. فهذه الطرق هي اللي تساعد أن المعلومة تصل بسرعة. بالضبط. وأصلا أعتقد حتى المؤسسات الإعلامية بالنسبة لها يعني أنها تنتشر إلكترونيا أفضل بكثير يعني من الصحيفة الورقية. الصحيفة الورقية يعني حدودها الجغرافية محدودة، بس احنا مثلا في موقع الشبيبة عندنا قراء كل يوم من امريكا، من بريطانيا، من تركيا. نعم. من هذا بعد اكيد يعني سبب واحد من اسبابه وجود كتاب يعني في الشبيبة من ابقاع مختلفة من العالم. بالضبط. وانا اعتقد حتى اللي يقرؤون من برا من امريكا مثلا، انا دائما اظن ان هذول طلابنا او المبتعثين خارج عمان، حتى من نوعية الاخبار اللي يتصفحونها في الموقع. نعم. إذا هذه طبعا جزء مما دار في ندوة تحديات الصحافة الورقية، الواقع والحلول. حمد البلوشية سعيدين بوجودك معنا في الاستوديو. ما ليش طلع يعني أنت بس من المايك، لكن ما ليش طلع. يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله.